الموهوب علي بن حمد بن جرحب المري انطلاقة جديدة، ومحمد بن بريك يتواصل مع حضرته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. شكرا للزملاء سعد بن مثل العتيبي وحمد الزعبي، وتواصل بدوري معلقا على الشوط الثالث في المجموع الثاني للبكار. وبداية أزف أجمل التهاني ومقرونة بالناموس لمالك المايدية سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على انتزاعها لأقوى أشواط هذه الليلة في هذا السباق المحلي الثاني. كما أهني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز زعبي قبل قليل بالشوط الأول الرئيسي. أيها الأخوة الكرام، انطلاقة جديدة ومقدمة الشوط من تحتل المركز الأول الدرعية لعلي بن عبد الهادي بن عبده المري، تحتل الدرعية المركز الأول منذ الانطلاقة، واللي تليها في المركز الثاني لعد بن مسعود الحذرة، وتعود ملكية الحذرة لراشد بن سالم بن مسعود المري. وننتقل انتقالة ممتازة من الحذرة إلى ثالث المراكز السعدية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتضمير مع سالم بن فاران المري. واللي تلي الحذرة أو اللي تلي السعدية في المركز الثالث، هنا تواجد من فتنة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وأيضا عملية التضمير مع سالم بن فاران المري، ونقله إلى المركز الخامس. المركز الخامس الشامخة لراشد بن حمد المنخس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الأخوة الكرام للخمس المراكز المتقدمة الأولى في هذه الأشواط القوية من هذا السباق المحلي الثاني مرحلته الثانية، ونحن نسير في الشوط الثالث الخاص للثنايا أبكار وعبر الهواء مباشرة لكل المشاهدين مشاهدين قناة الدوري والكأس الفضائية، وأيضا من يشاهدون هنا قناة الهجن في منطقة الشحانية وضواحيها. وأيضا أرحب بكل المستمعين عبر ذبذبات الراديو 88.6، وما زالت الدرعية مشاهدين الأعزاء رغم الرياح العكسية القوية تنطلق مضادة للتيارات الهوائية في هذا الشوط الثاني للثنايا أبكار. ولكن حذاري من انطلاقات الحذرة في المركز الثاني. تتسلل الحذرة وتنطلق الحذرة في ثاني المراكز وتتسلل بشعار راشد بن سالم بن مسعود المري، شعار صوغان وأيضا شعار العديد من الأصايل التي مثلت هذا الشعار. وننتقل إلى المركز الثالث مرحبا بقدوم فتنة وبتسلل فتنة وبدخول فتنة إلى ثالث المراكز المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتضمير مع سالم بن فاران المركز الرابع مشاهدين الأعزاء. السعدية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وعملية التضمير مع سالم بن فاران المري والمركز الخامس. ننتقل انتقالة أخرى إلى خامس المراكز لأشاهد من تحتل المركز الخامس، تواقة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وعملية التضمير مع راشد بن طالب بن شريم المري. هذه الخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وأرى التسلل من فتنة مشاهدين الأعزاء تتسلل وتتسلل وتسحب البساط، بساط المركز الأول من تحت أقدام الدرعية. يا سلام يا فتنة، انطلقت فتنة مشاهدين الأعزاء في مقدمة الشوط باحثة عن النقطة الثانية بعد فوز المايدية في الشوط الأول الرئيسي. يا سلام بنفس الشعار، ويرافقها أيضا نفس المالك وأيضا نفس المضمر. يا سلام المركزين الأول والثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ومع المضمر سالم بن فاران. المركز الأول فتنة والمركز الثاني السعدية. يا سلام يا سلام يا سلام يا شعار طرابلس وهياض يحتل المركز الأول، وشعار المايدية في هذا المساء يتواصل مشاهدين الأعزاء بالعطاء وبالناموس في هذا الشوط مع من تحتل المركز الأول فتنة، وتباعد المسافة بينها كما هو ظاهر على الكادر الأعلى في شاشة التلفزيون.
تشاهدون مشاهدينا الاعزاء فتنه وتقترب من ال 1500 متر الاخيره. ويلا يا بن فاران يلا المركزين الاول والثاني، ولكن ارى من تتسلل من الجانب الاخر مشاهدينا الاعزاء. السيليه تنطلق وتنتزع المركز الثاني برفقة تواقة التي تتوق إلى الناموس وإلى المعالي وإلى زف التهاني إلى أهالي هذا الشعار في المملكة. يا سلام يا سلام يا تواقة، انطلقت تواقة ولكن فتنة موجودة، فتنة في مقدمة الشوط، فتنة وتواقة. وتشاهدون المعركة بدأت أيها الأخوة الكرام على مقدمة الشوط، فتنة 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 لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وتواقة في المركز الثاني لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والقادمة في ثالث المراكز. هنا الدعم لتواقة أو الدعم لفتنة من قبل السعودية، يصل الدعم اللوجستي على ثالث المراكز المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. ولكن فتنه انطلقت، فتنة انطلقت مشاهدينا الأعزاء وتسللت فتنة مع 900 و800 متر الأخيرة. يا سلام يا سلام، مشكور يا مضمر فتنة، مشكور مشكور. تنطلق فتنة مشاهدينا الأعزاء وتحسم الأمور، الوضع شبه محسوم. تهانينا للمرة الثانية من 600 متر الأخيرة، إبداع وإمتاع من هذا الشعار. تهانينا يا سلام، تهانينا تهانينا لمحبين هذا الشعار ولجماهير هذا الشعار، الجماهير الوفية التي تزف فتنة إلى خط النهاية وإلى ناموس هذا الشوط. إذا فتنة والنقطة الثانية بعد فوز المايدية بالشوط الأول الرئيسي، تعود فتنة المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة الذهبي سالم بن فاران. مشكور مشكور باسم الجمهور، أزف التهاني والشكر لمالك هذا الشعار، لمالك الأصايل والسبق سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. ولا أنسى دور من يقف خلف هذه التي تصل مشاهدي إلى خط النهاية، سالم بن فاران. مشكور بن فاران على هذا التضمير. أيضا المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الثالث الدرعية وتعود ملكيتها لعلي بن عبده لعلي بن عبد الهادي بن عبده المري. المركز الرابع تواقة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. المركز الخامس السيلية لسعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. تهانينا وأزف التهاني والناموس لكل الأخوة الفائزين في هذه الليلة السعيدة التي يتواصل فيها السباق المحلي الثاني. على المحبة وعلى الود نلتقي دائما في هذه السباقات. نشاهد مشاهدينا الأعزاء لحظات وصول فتنة، قطعت المسافة في 8 دقائق 13 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وتهاني لسالم بن فاران المركز الثاني. المركز الثاني وتشاهدون على شاشة التلفزيون من انتزعت الشوط الأول في الفترة الصباحية الذيبة المملوكة لسعيد بن راشد بن حبيبة. عموما على كل حال المركز الثاني والثالث، إذا هذه من احتلت المركز الثاني السعدية، قطعت المسافة في 8 دقائق 17 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهاني لسالم بن فاران المري. المركز الثالث الدرعية قطعت المسافة في 8 دقائق 19 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي.